السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حسان الفنان. حسان وصل. أهلا وسهلا بكم أصدقائي في هذه الحلقة من برنامج حسان الفنان مباشرة على الهواء. سنتلقى اتصالاتكم ومشاركاتكم على رقم الهاتف الذي سنراه بعد قليل في أسفل الشاشة، وأيضا يمكنكم المشاركة معنا في رسائل مشاركات كما أصبحتم تعرفون. وإن شاء الله اليوم سنعرض مجموعة كبيرة من المشاركات في حلقة اليوم. هذا رقم الواتساب الذي يمكنكم أن ترسلوا عبره ما شئتم من مشاركات، وأيضا عندنا أرقام هاتف البرنامج سنراها أصدقائي. وأذكركم أن اليوم هناك هدية أيضا في الحلقة، هي تقدمة دار البنان. إذن الفائز سيحصل على جائزة من دار البنان. واليوم سنحكي عن موضوع جميل أيضا في الحلقة، عن الأمانة أصدقائي. سنتناقش في هذا الموضوع ونتحدث عن الأمانة، وأيضا سنرى مجموعة من الفقرات والمشاركات. ودعونا نأخذ الاتصال الأول في حلقة اليوم. وصل الاتصال إلى البرنامج سريعا. لم يصل أحد. أصدقائي، إذن كما وعدناكم هناك مجموعة كبيرة من المشاركات وصلتنا إلى برنامج حسان الفنان، سنشاهدها تباعا خلال الحلقة، وإن شاء الله الكل سيصل دوره في هذه المشاركات. تابعونا خلال الحلقات، وبرنامج حسان الفنان يأتيكم من الاثنين وحتى الجمعة الساعة الخامسة عصرا بتوقيت بيروت. أذكركم أنه بإمكان جميع الأصدقاء العودة إلى موقع طه كيدز تي في لمشاهدة الحلقات مباشرة على الهواء، كل الحلقات التي عرضت والتي ستعرض. وأيضا يمكنكم متابعة بث القناة على اليوتيوب مباشرة على الهواء، يمكنكم مشاهدة البرنامج الآن مثلا مباشرة على الهواء. عندنا اتصال في الحلقة. وصل الاتصال الأول. إذن وصل الاتصال الأول في حلقة اليوم، لنرى من معنا. السلام عليكم، أنا حسان الفنان، من معي؟ محمد باكر غسان عواضي. أهلا وسهلا بك يا محمد باكر، كم عمرك يا صديقي؟ 11 سنة. 11 سنة، أين تتصل بنا يا محمد؟ من طول. محمد صديقي، تشاهد دائما برنامج حسان الفنان؟ أوقات. طيب، تشاهد المشاركات التي تصلنا من الأصدقاء؟ نعم. طيب، تشاهد كل الفقرات، كل المعلومات، ماذا يعجبك في البرنامج يا صديقي؟ فقرة الألعاب. فقط الألعاب، جميل جدا. طب صديقي، نحن نتحدث اليوم عن موضوع الأمانة. حسنان؟ حسن. الأمانة، ماذا تعني لك الأمانة؟ أن نضع شيئا عند الشخص عن شخص آخر، وهذا الشخص الآخر يحفظ لنا هذا الشيء. أحسنت يا صديقي، صفقوا لمحمد باقر على هذه الفكرة الرائعة. أحسن صديقي محمد. كنت أقرأ قصة أنا عن الأمانة قبل أن أصل إلى البرنامج. قصة جميلة جدا، كانت تحكي عن شخص اسمه أحمد، كان في صفه في المدرسة. عندما خرج من المدرسة وهو خارج من الصف، وجد علبة تلوين موجودة على أحد الطاولات. أخذ هذه العلبة، وماذا فعل برأيك؟ محمد؟ نعم. ماذا فعل أحمد عندما وجد علبة أقلام التلوين على الطاولة وهو خارج وهي ليست له؟ ماذا يجب أن أفعل برأيك؟ يجب أن يرجعها إلى صاحبه. هو لا يعرف صاحبه. كان في المدرسة. يقول للناظرة. أحسن، حمل علبة أقلام التلوين وأعطاها للناظرة أو المعلمة، وقال لها أن هذه العلبة وجدها في الصف، هو لا يعرف لمن. وفي اليوم الآخر أو اليوم التالي أتت المعلمة بعلبة أقلام التلوين وسألت لمن هذه العلبة، فرفع يده صاحب هذه العلبة وأخذها، وشكرت يومها أحمد على أمانته، وقالت لهم أن أحمد حافظ على الأمانة وسلم العلبة لي لكي أعطيها لصاحبها. حسنا صديقي؟ حسنا. هكذا يجب أن نتصرف مثل أحمد. صديقي محمد، كيف تقضي أوقاتك هذه الأيام في المنزل؟ أدرس. تدرس؟ أدرس فقط؟ وشاهد التلفاز. شاهد التلفاز. ماذا عندك من هوايات؟ نعم. ما هي هواياتك؟ هواياتي الرسم. ترسم؟ تعطي وقتا للرسم؟ أجل. حسنا،
يعني هذه فترة مناسبة لك وفرصة يجب أن تنمها صديقي، أن نعطي وقتا لممارسة هواياتنا ولا نضيعه، خاصة أن هناك وقت إضافي كبير هذه الأيام في المنزل. يعني عندما كنا نذهب إلى المدرسة ونعود هناك وقت كان يضيع على الطريق، صحيح؟ صحيح. فيجب أن نستفيد من وقتنا يا محمد باقر. دعنا نذهب إلى السؤال لنرى ما هو ونأخذ منك الإجابة. إلى المسابقة. ما اسم والدة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ اسم والدة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف نرجس. نرجس؟ أجل. إذن يقول صديقي اسم والدة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف السيدة نرجس، لنرى الإجابة إن كانت صحيحة يا محمد باقر. إجابتك صحيحة واسمك في الفرعة، وانتظرنا إلى ختام الحلقة. شكرا شكرا يا محمد باقر. أصدقائي نذكركم أو نعرض عليكم أرقام هاتف البرنامج التي أصبحت جاهزة على ما أعتقد. هذه الأرقام يمكنكم التواصل والاتصال والمشاركة معنا في برنامج حسن الفنان 00961182003239 و00961184463. اتصلوا وشاركوا معنا في حديث الحلقة وهو عن الأمانة أصدقائي. وطبعا أذكركم هناك مشاركات كثيرة وعديدة وصلت إلى البرنامج سنعرضها إن شاء الله تباعا في هذه الحلقة، ونتلقى اتصال آخر قبل أن نتوقف مع المجموعة الأولى من مشاركات الأصدقاء. حسن الفنان، من يتصل بنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زهراء جلول. أنا وسهلا بك يا زهراء جلول. زهراء كم عمرك يا صديقتي؟ سبع سنوات ونصف. نعم. بتول، ماذا تعرفين عن الأمان؟ أو برأيك كيف يمكن أن يكون الشخص أمينا؟ أنت تحافظين على الأمانة يا بتول؟ يحافظ على أغراض الآخرين. أنت صديقتي، نحافظ على أغراض الآخرين، وأي شيء ليس لنا نهتم به لنعرف من صاحبه، صح؟ يعني نعم. مثلا يا بتول إذا مثلا زارتك نعم زهراء جلول، نعم زهراء، إذا زارتك مثلا إحدى الصديقات حسنا وعندما خرجت اكتشفتي أنها نسيت عندك غرض من أغراضها، ماذا تفعل؟ نعيدها إليها. تتصلين بها وتخبرينها صح وتعيديها. صفقوا لي زهراء. أحسنتي يا زهراء، أحسنتي صديقتي. وأريد أن أقول لك أيضا صديقتي زهراء أن الأمانة هي من الصفات الحميدة التي تجعل من الآخرين يثقون بنا. حسنا حسنا. طيب. أريد أن أقرأ القرآن. تفضلي نحن نسمعك يا صديقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم الله. السرائر. صدق الله العظيم. ما شاء الله، صفقوا لزهراء جلول على هذا الأداء الرائع. زهراء صديقتي، من علمك هذه التلاوة وهذه القراءة الصحيحة والجيدة والرائعة؟ أمك. طيب ممكن أن نوجه تحية لأمك من برنامج حسن الفنان؟ قولي لها حسن الفنان يشكرك يا ماما على هذه أو هذا التعليم الرائع، وبوركتي وبوركت أمك يا صديقتي. وشكرا لك، واسمك أدرج في قرعة حسن الفنان. في أمان الله يا زهرة. باي. مع السلامة. أصدقائي دعونا نتوقف مع المجموعة الأولى من مشاركات الأصدقاء لنرى ماذا أرسلوا لنا، ونعود معكم لمتابعة الحلقة بعد قليل. إلى المجموعة الأولى من مشاركات الأصدقاء.
للحسن ثورات وعالي وعرى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقايا مناظرا فريا وعينا حتى تكسنه أرضك طوعا يا ربي حقق أحلامي بدرور حبيبي وإمامي في دولتي يحلى وكله في سلام يزود العبد لا خطوط ولا غنى لا خطوط ولا غنى فرح وسطور وأمان فرح وسطور وأمان أشكرك علينا جنوك يا مهدي فقد طال البعد أنا أفتخر بك بكشافة الإمام المهدي وإن شاء الله أكون من جنوده إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وداقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى فرج الشريف صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا قائدا مناصرا شكرا للأصدقاء على هذه المشاركات وترقبونا بمجموعة أيضا في هذه الحلقة مجموعة جديدة من المشاركات التي وصلتنا لحسن الفنان أذكركم بأرقام هاتف البرنامج أصدقاء التي يمكنكم أن تتصلوا عبرها وتشاركوا معنا في حلقة اليوم واليوم نتحدث عن موضوع الأمانة وفي آخر الحلقة عندنا جائزة أصدقائي أيضا سنجري قرعة ونختار فائزا في الحلقة اتصال جديد في حلقة حسن الفنان لدى الهاتف من جديد أنا حسن الفنان من يتصل بنا ألو السلام عليكم يا نور نور وعليكم السلام كم عمرك يا نور ثمان سنوات أهلا وسهلا بك ببرنامج حسن الفنان
تتابعين دائما برنامجنا يا صديقتي؟ نعم. نور؟ تتابعين برنامج دائما؟ متى يعرض برنامج حسان الفنان تعرفين؟ الساعة 5. صديقتي يمكنك مشاهدة البرنامج أو العودة لكل الحلقات التي عرضت في البرنامج عبر موقع اليوتيوب حسان الفنان طه كيدز تي في. حسنا؟ نعم. طيب عندك ما تقولينه أم نذهب إلى المسابقة؟ عندي ما أقوله. تفضلي وبعد أنا أطرح عليك سؤال عن موضوع الأمان. تفضلي صديقتي نسمعك. دعاء العهد. تفضلي يا نور. نور؟ اللهم اجعلني من أنصارك وأمانه وأدعي لوصيته وأدني بآل محمد عليهم السلام ما يأمنون وفي عدوهم ما يحزنون. إله الحق آمين. صلوا على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. صفقوا لي نور على هذا الدعاء الرائع. أحسنتي يا نور لصديقتي. برأيك أنت كيف تحافظين على الأمانة؟ أنا أحفظ السر. أنت أحسنتي يا نور. السر هو أيضا يصنف من ضمن الأمانات التي يمكن أن نحافظ عليها. وأيضا صديقتي أريد أن أخبرك معلومة جميلة جدا عن الأمانة. الأمانة كما قلت ليست فقط بحفظ الأغراض أو انتباه للأغراض، هي أيضا تشمل موضوع الوقت. يعني الوقت هو أمانة عندنا، صحيح؟ يجب أن نحافظ على وقتنا ولا نضيعه سدى، ويجب أن نستفيد من كل لحظة موجودة عندنا لنكسب شيء جديد أو ندرس أو نتعلم أو يعني نكسب أو يعني نأخذ أي شيء جديد، لأن الوقت هو أمانة، صحيح صديقتي؟ نعم. وفكرتك أيضا رائعة جدا جدا عن السر. السر هو أيضا أمانة، صحيح؟ نعم. يعني إذا شخص تمننا على سر يجب أن نحفظه. طيب أشكرك نور على هذه المشاركة الرائعة. انتظرينا في ختام الحلقة، نتمنى لك الفوز في قرعة البرنامج. مع السلامة وإلى اللقاء. إلى اللقاء. دخلت اتصال جديد في حلقة اليوم من برنامج حسان الفنان. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يتكلم مع حسان الفنان؟ أنا. من؟ زهراء مرتضى. أهلا وسهلا زهراء، كم عمرك صديقتي؟ باي. كم؟ أربع سنوات؟ ما شاء الله يا زهراء. تتابعين دائما حسان الفنان؟ أيوة. تحبين البرنامج كثيرا؟ أيوة. ماذا تحبين في البرنامج أكثر شيء أعجبك يا زهراء؟ اللعبة. اللعبة، حسنا. طيب زهراء عندك مشاركة؟ تفضلي نحن نسمعك يا صديقتي. تفضلي زهرة. قرآننا الكريم آياته تلك أعظم الأفكار وما أروع الصور شعران يقرأه ويحفظ الصور معجزة الرسول من خالق البشر. أحسنتي يا زهراء، صفقوا لها يا شباب. ما هذه المشاركة الجميلة زهراء، أحسنتي وشكرا لك على هذا الاتصال الرائع. انتظرينا في آخر الحلقة إن شاء الله يكون من نصيبك القرعة. أصدقاء نتوقف من جديد مع مجموعة جديدة من مشاركات الأصدقاء لنشاهدها معا ونعود إليكم في حسان الفنان. اسمه محمد بن الحسن عليه السلام، والده الإمام العسكري عليه السلام، والدته السيدة نرجس عليها السلام. تاريخ ميلاده في 15 من شعبان سنة 255 للهجرة. مكان ميلاده سامراء، كنيته أبو صالح، ترتيبه الإمام الثاني عشر من ألقابه المنتظر القائم المهدي عليه السلام.
وكل عام وأنتم بألف خير. 15 من شعبان مولد شريك القرآن، وفي هذا اليوم تتنور الأكوان، بمولد المهدي تفتح لنا أبواب الجنان في كل مكان وفي أي وقت وزمان. وهو الذي سيعم الأرض بالسلام والأمان. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا. فمتى يا أملنا ستملأ الأرض قسطا وعدلا؟ وأنا دوما أبعث لك رسائل شوقا وحنين من قلب ذاب بهواك. إلى متى يطول انتظار سيدي؟ ومتى تروي عطش قلبي؟ ومتى تنشف دموع عيناي بطلعتك البهية؟ فهل تحن على قلب تفطر على فراقك؟ سيدي لقد أوشكت الرياح أن تمزق صبر العشاق. آه يا مولاي بمرارة الأيام وحلاوة الصبر. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا. شكرا لكل الأصدقاء من جديد. أصدقائي سنكون أيضا مع مشاركات جديدة في هذه الحلقة، تابعونا. ونذكركم بأرقام هاتف البرنامج لحسان الفنان. أرقام هاتف البرنامج لحسان الفنان هي على الشكل التالي: اتصال جديد، وصل الاتصال. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا حسان الفنان، من يتصل بنا؟ ألو ألو ألو، السلام عليكم. ألو ألو، السلام عليكم. حنان محمد إبراهيم. أهلا وسهلا بك صديقتي. حنان اسمك؟ نعم حنان. أهلا وسهلا بك يا حنان. كم عمرك يا حنان؟ 6 سنوات. 6 سنوات، كيف حالك يا حنان؟ الحمد لله. أنت تشاهدين حسان الفنان كل يوم؟ نعم. حقا؟ نعم. أعجبك البرنامج؟ نعم. طيب اليوم نتحدث يا حنان عن الأمانة، هل تعرفين ماذا يعني الأمانة؟ حنان تعرفين ماذا يعني أمانة أو أنا أشرح لك؟ كل توصل لصاحبه نصف. صحيح أحسنت صديقتي، الأمانة هي أن نحافظ على
أي شيء مثلا للآخرين ونعطيهم إياه إذا كان عندنا، أو مثلا قالوا لنا احفظوا هذا الغرض مثلا، أو الأمانة مثلا إذا قال لنا أحد مثلا معلومة وقال لي يعني لا أحب أن أخبرها للجميع، يجب أن نحافظ على أمانته وأن لا نفشي سرا ولا أن نأخذ أي غرضا، مهما كان الغرض جميلا يا صديقتي يا حنان يجب أن نرجعه لصاحبه، صح؟ نعم. أحسنتي حنان، عندك ما تسمعين إياه في البرنامج؟ لا. تفضلي حنان نحن نسمعك. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضلي. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم. أحسنتي وما شاء الله ما شاء الله حنان، صفقوا يا حنان. هذا تصفيق لك من برنامج حسن الفنان. حنان تابعينا إلى آخر الحلقة لمشاهدة الكرة، ربما يكون الفوز من نصيبك. مع السلامة وفي أمان الله، إلى اللقاء حنان. أصدقائي مع السلامة، نذكركم بأرقام هاتف البرنامج التي يمكنكم أن تتصلوا وتشاركوا عبرها، وهي الأرقام المخصصة لحسن الفنان على 0096118032 0096118184463، واتصال آخر وجديد في حلقة حسان الفنان. إذا ريثما يجهز الاتصال أخبركم أصدقائي أن الأمانة من أكثر الأمور التي يجب أن نحافظ عليها، وهي من أخلاقنا وتعاليمنا ومبادئنا، ويجب أن لا نفرط بأي شيء. يعني على سبيل المثال إذا وجدنا غرضا جميلا مهما كان هذا الغرض جميل ونحبه وحب أن يكون عندنا مثله، يجب أن نسأل عن صاحبه ونرجعه، لأن هذه أمانة بين أيدينا. اتصال؟ طيب، نذكركم بأرقام الواتساب التي يمكنكم المشاركة عبرها في حسن الفنان، وهي على الشكل التالي 0096176505550. ووصل الاتصال إلى حسن الفنان، وصل الاتصال. ألو، السلام عليكم، أنا حسن الفنان، من يتصل بنا؟ ألو، علي، علي محمد شباع. أهلا وسهلا بك يا علي، كيف حالك صديقي؟ بخير. كم عمرك يا علي؟ 6 سنوات. 6 سنوات. علي، ماذا تفعل هذه الأيام في المنزل؟ كيف تقضي وقتك من الصباح وحتى المساء؟ أرسم. ترسم؟ أنت من الموهوبين في الرسم؟ عادة رسمك يعني جيد أم عادي، أو أنه رسمه مميز؟ جيد. جيد، طيب، يعني تعطي وقتا للرسم. عليك إذا كنت تحب الرسم يا صديقي عليك أن تتدرب دائما وتطور نفسك وتعطي وقتا جيدا للرسم. حسنا، حاول أن تخصص كل يوم وقتا للرسم إذا كنت تحب الرسم، ربما إن شاء الله تصبح رساما كبيرا ونحتفل بلوحاتك وبرسومك التي يمكن أن ترسلها للبرنامج. حسنا يا صديقي علي. نعم. طيب علي، نحن نتحدث في البرنامج عن الأمانة، استمعت إلينا؟ نعم. ماذا تعني الأمانة؟ فهمت ماذا يعني الأمانة أو ماذا تعني الأمانة؟ أنت؟ أنا أحفظ السر. نعم. أحفظ أغراض غيري. أحسنت صديقي علي وبارك الله بك، عندك ما تقوله لي يا علي في البرنامج؟ عندك مشاركة تحب أن تقدمها؟ نعم. تفضل يا علي، نحن نسمعك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. حسن. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. شكرا يا علي، بارك الله بك، واسمك في القرعة إن شاء الله يكون نصيبك القرعة. مع السلامة وفي أمان الله. أصدقائي، نتوقف مع مشاركات ومجموعة جديدة من الأصدقاء، هيا بنا نشاهد. مولد مهدينا جينا تنقدم له تهانينا.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. نحن بنحبك طالع عنا. لبيك يا مهدي لبيك يا مهدي يا حجة الله شكوى يا إلك يا حجة الله شكوى ما إلك باقية الله شكوى ما إلك طوارئ أراضي في هذه الساعة حوضة وقائدة ناصرة عينة حتى تفت ومطوحة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم قل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا. اللهم قل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك وعلى آبائه في هذه الساعة السلام عليكم يا صاحب الزمان. متبركين في المولد خلف الشعبان ولد الإمام المهدي عجل فرجل الشريف. اللهم كن لوليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه ولا آبائه في هذه الساعة وكل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا. حقق أحلامي بظهور حبيبي وإمامي في دولتي يحيى الكل متغامن ويسود العدل. اللهم قل وإياك الحجة من حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وليا وحافظا وفي كل ساعة وقائدا وناصرا ودليل معين حتى تسكن وعدك تمر فيها فيها طويل. شكرا لكل الأصدقاء على هذه المشاركات التي وصلت إلى البرنامج، وأيضا عندنا مجموعة أخرى في البرنامج. تابعونا أصدقائي، نتلقى اتصال جديد، ولكن دعونا نتذكر معا أرقام هاتف البرنامج التي يمكنكم التواصل معنا عبرها، وهي على الشكل التالي كما نشاهده على الشاشة. سجلوا عندكم أصدقائي واتصلوا عبرها. وصل الاتصال، وصل الاتصال إلى حسن الفنان. أنا حسن الفنان، من يتكلم معنا؟ أنا اسمي علي سليم. وأنا اسمي حسن الفنان. كيف حالك يا علي؟ بخير والحمد لله. كم عمرك يا علي؟ كيف حالك أنت؟ أنا بخير.
أنت شو عامل هالأيام؟ ماشي الحال. ماشي الحال. طيب كم عمرك يا علي؟ أنت كم عمرك؟ 6 سنوات. 6 سنوات. تشاهدنا دائما في البرنامج؟ أجل. تحب البرنامج كثيرا؟ أجل. أحسنت يا علي. طيب علي، نحن نعرض فقرات وألعاب ومعلومات ومشاركات وكل شيء تشاهده. ماذا أحببت أكثر شيء في البرنامج؟ فكرة الألعاب. فكرة الألعاب. طيب صديقي، نعم، أريد أن أخبرك أنه بإمكانك أن تشاهد حلقات البرنامج عبر اليوتيوب، يعني ممكن أن تتساعد مع الماما وتأتي لك بحلقات حسن الفنان وتشاهدها من جديد التي لم تستطع. حسن الفنان أريد. نعم، أريد أن أقرأ سورة القدر. طبعا نحن نسمعك يا صديقي، نتحدث لاحقا موضوع الانترنت. بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. أحسنت يا علي، أحسنت أحسنت، بارك الله بك. ما هذا، بارك الله بك صديقي، وأهلا وسهلا بك في حسن الفنان. انتظرني في آخر الحلقة يا صديقي. نعم مثلا الفنان، يمكن أنا وبنت عمي بتول سنين تشارك معي. كم عمرها بنت عمك؟ 3 سنوات. أعطيني إياه. تعالي، اسمه بتول. أجل. تعالي يا بتول، تعالي بتول. كيف حالك؟ الحمد لله. من يتكلم معك يا بتول؟ ما اسمي أنا؟ من أنا؟ حسن الفنان. حسن الفنان، وأنت بتول فنانة أيضا؟ إيه. أنا علي سليم فنان. أنت ماذا تفعلين يا بتول في المنزل؟ إيه. ماذا تفعلين؟ ترسمين، تلعبين، تدرسين، ماذا تفعلين؟ بساعد الماما. بشو بتساعد الماما؟ بساعد البيت لماما وبضبط البيت. يعطيك العافية، لو بتول ماما فيها تعمل شيء. أحسنت يا بتول. أهم شيء نساعد ماما أن نسمع ونطيع الماما، صح؟ إيه. تفضلي. تقرأين دعاء الحجة يا بتول؟ إيه. يلا تفضل. اللهم كن لوليك الحجة من الحسن، صلواتك عليه ولا على آبه في هذه الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا دعينا حتى تسكنه أرضك طويلة وتمتعوا في أرضك طويلة. تمتعوا فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. صفقوا لي بتول سليم، ما شاء الله. ما هذه البتول، أنت نشيطة وشاطرة وكل شيء يا بتول، ومرتبة، صح؟ إيه. طيب بدك شيء من حسن الفنان؟ سلام. السلام عليكم، مع السلامة يا بتول، وإلى اللقاء. أصدقائي، لازلنا معكم مباشرة على الهواء في برنامج حسن الفنان، وأذكركم أن البرنامج يأتيكم من الاثنين وحتى الجمعة الساعة 5 بتوقيت بيروت، 5 عصرا طبعا. وإن شاء الله نعدكم أننا سنعرض كل فقرات أو كل الفيديوهات التي وصلتنا من الأصدقاء. ودعونا الآن نذهب أيضا لمشاهدة مجموعة جديدة من مشاركات. جاهزة المجموعة؟ هيا إلى مشاركات الأصدقاء. الحجتي ابن حسن، صلواتك وعلى أبائك في هذه الساعة وفي كل ساعة هي حافظة قائدا ناصرا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه ساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا. أم كل ولي الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي صلواتك علي وعلى آبائي. الأمل الموعود أمان الخائفين، الأمل الموعود حلم المنتظرين، الأمل الموعود نجاة المستضعفين في الأرض، الأمل الموعود سيأتي. نبارك لكم ولادة إمام المهدي، عجل الله فرجه الشريف. اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليك وعلى آبائك. اللهم كن عليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليك وعلى آبائك في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا مناصرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ك
كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. السلام عليكم. أنا بدي أعمل أكلة حلوة عشان ولادة إمام المهدي. اسمها كوب سميدي، يرجع كوب حليب، كوب سكر، خمسة ماي، ماء الورد. شكرا على هذه المشاركات من كل الأصدقاء، وأيضا عندنا أيضا مجموعات جديدة سنعرضها إن شاء الله في آخر حلقة وفي حلقات قادمة. أصدقائي تابعونا ودعونا نأخذ اتصال جديد في حلقة اليوم. ألو، اتصال جديد في برنامج حسن الفنان. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. من يتكلم مع حسن الفنان؟ تسنيم غساني. ياسمين؟ تسنيم. تسنيم، تسنيم. أنا لست ياسمين، اسمك تسنيم. هاي ياسمين صديقة أخرى. طيب تسنيم، من أين تتصلين بنا يا تسنيم؟ من دير قانون الناس. أهلا وسهلا بك يا صديقتي، كم عمرك يا تسنيم؟ 8 سنوات. 8 سنوات. كل يوم تشاهدين البرنامج؟ نعم، من أول طيب. يوم من أول يوم؟ نعم. ولا حلقة يعني تأخرتي عن البرنامج أو لم تشاهديها؟ كل يوم. طيب هل تعرفين أن برنامج حسن الفنان موجود على اليوتيوب ايضا، كل حلقات التي عرضناها؟ نعم. يعني هذا الاتصال مثلا الذي تتصلين بنا الان طبعا ستشاهدينه عبر الحلقه ان شاء الله غدا، يعني تشاهدين الحلقه وتسمعين هذه المشاركه صديقتي. وايضا يمكنك متابعه حسن الفنان وقناه طه بالبث الحي عبر موقع اليوتيوب طه كيدز تي في. حسن صديقتي. طيب بتول، عفوا تسنيم، تسنيم، نحن نتحدث عن موضوع الامانه في الحلقه. نعم. كنت تستمعين إلينا صح؟ صحيح. كيف تتصرفين أنت بموضوع الأمانة؟ عندما أرى شيئا. نعم. شيء لا أخذه، شيء جميل لا أخذه وأحتفظ به، كلا أعطيه لصاحبه. أحسنتي، أحسنتي يا بتول، أحسنتي. لماذا أناديك بتول؟ تسنيم، تسنيم. طب تسنيم، هل تعرفين أن موضوع الأمانة لا يقتصر فقط على الأشياء أو على الأغراض أو على هذه الأمور؟ نعم. أنا ذكرت في الحلقة أن الوقت هو أيضا أمانة يجب نعم. المحافظة عليه، صحيح؟ صحيح. كيف تحافظين أنت على الوقت؟ إذا قلت لأحد ساعدني 5 دقائق ولم أتكلم معه. نعم. لا أقول، أنا أحسب الوقت نصف ساعة. أحسنتي، فهمت فيك. يعني تقصدين أنك يعني إذا قمت بعمل معين وقته 5 دقائق. إذا حدا أعطاني سر ما بقوله لحدا. أحسنتي صديقة، تصفقوا لتسنيم على هذه الأفكار الرائعة. أحسنتي يا تسنيم، الوقت وحتى الأمانة في نقل المعلومات. يعني إذا كان الوقت قمنا بأي عمل وقته 5 دقائق لا نقول أنه استغرق نصف ساعة معنا، صح؟ نقول 5 دقائق. هذه فكرة رائعة وجميلة جدا يا تسنيم، وأهنئك عليها. طيب تسنيم، نذهب للمسابقة، ما رأيك؟ نعم. دعونا نذهب إلى لعبة اليوم. ما رأيك بالعملية الحسابية؟ أنت تحبين مادة الرياضيات في المدرسة؟ نعم كثيرا. تحبين؟ طيب سنضع عليك لعبة حسابية عبارة عن الرقم المفقود. جاهزة صديقتي؟ جاهزة. طيب نقول هيا إلى اللعبة. بنا نلعب؟ نعم. هيا بنا نلعب يا تسنيم. ما هو الرقم المفقود صديقتي كما نشاهد على يسار الشاشة؟ الرقم الأول هو المفقود، يرجع عنا 26 46 66. برأيك ما هو الفارق الذي يحصل بين رقم وآخر؟ ستة. لماذا ستة وليس 5 مثلا؟ لماذا صديقتي؟ لأن كلهم يبدأون بستة. أحسنتي، هذه يعني هذا احتمال، واحتمال آخر أن الفارق بين رقم ورقم هو 20، صح؟
دعونا نرى. 6 إجابة صحيحة، واسمك في القرعة يا تسنيم، وأشكرك على هذا الاتصال. مع السلامة تسنيم. أصدقائي، نتلقى الاتصال الأخير في حلقة اليوم من حسان الفنان لنرى من معنا في هذا الاتصال الأخير. ألو، أنا حسان الفنان، من يتكلم معنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، من؟ فاطمة؟ نعم. كم عمرك يا فاطمة؟ 10 سنوات. من أين تتصلين بنا يا فاطمة؟ من لبنان. فاطمة، تتابعين كل حلقات البرنامج؟ أحيانا. جميل. يمكنك العودة لمتابعة الحلقات التي فاتتك عبر موقع اليوتيوب طه كيدز تي في، حسنان؟ نعم. طيب، وهناك مجموعة من المشاركات وصلتنا، سنعرضها إن شاء الله في الحلقات. أرسلتي لنا مشاركة أنت؟ نعم. إن شاء الله يعني سيصل دورك قريبا جدا إن شاء الله. ابتداء الأسبوع القادم سنعرض أكبر قدر ممكن من المشاركات. طيب صديقتي، تحدثنا عن الأمانة، دعينا نأخذ منك رأيا عن موضوع الأمانة. أنت كيف تتصرفين موضوع الأمانة؟ أحفظ الأمانة ولا أخونها. أحسنتي. طيب ممكن تعطيني مثالا عن هذا الموضوع، عن حفظ الأمانة؟ الصديقة تسنيم، استمعتي إلى تسنيم عن الفكرة التي قالتها؟ نعم. طيب، ما رأيك بفكرة تسنيم، رائعة؟ نعم. عندك أنت ما تقولينه، أعطيني مثلا عن موضوع الأمانة. الأمانة هي حفظ أشياء وأسرار وحقوق الآخرين. أحسنت يا فاطمة، اختصرت الموضوع بجملة جميلة. صفقوا لفاطمة، صفقوا لفاطمة. فاطمة، دعينا نذهب إلى المسابقة لنرى ماذا جهزنا لك. إلى المسابقة يا فاطمة. ما هي الصورة التي ذكرت فيها البسملة مرتين صديقتي؟ فاطمة، ما هي الصورة التي ذكرت فيها البسملة مرتين؟ عندك احتمالات كما تشاهدين، النحل، النمل أو العنكبوت؟ ذكرت النحل. جربي إجابة أخرى، ما رأيك؟ العنكبوت. جربي محاولة أخيرة. النمل. نرى الإجابة. النمل صديقتي هي الصورة التي ذكرت فيها البسملة مرتين، وإجابتك صحيحة، واسمك في القرعة. شكرا لك صديقتي، كنت المتصلة الأخيرة في حلقة اليوم. أصدقائي، دعونا الآن نذهب لإجراء القرعة لنرى من سيكون الفائز في حلقة اليوم من حسان الفنان. وقبل أن نذهب إلى القرعة أصدقائي، أذكركم أنه بإمكانكم متابعة أو مشاهدة حلقات حسان الفنان عبر طه كيدز تي في، ونكتب حسان الفنان فتشاهدون كل الحلقات التي عرضت، ومن شارك وساهم وأرسل أي شيء يمكنه أن يشاهد الحلقة التي عرضناها. وأيضا أصدقائي، أذكركم أننا سنكون إن شاء الله معكم في حلقة جديدة نهار الاثنين الساعة 17:00 بتوقيت بيروت. والآن دعنا نذهب لنرى من اختارت القرعة لحلقة اليوم. إلى القرعة. الفائز كان صاحب الرقم 1 محمد باقر عوضة. مبروك لك يا محمد باقر عوضة، جائزتك تقدمت دار البنان. أشكرك على هذه المشاركة، وأشكر كل الأصدقاء الذين اتصلوا وشاركونا، وأشكر كل من لم يتسنى أيضا له أن يتصل، يعني هناك ضغط كبير على خطوط الهاتف أصدقائي، ليست مشكلة، يمكنكم المحاولة دائما وباستمرار إن شاء الله نهار الاثنين عندنا مجموعة من الحلقات القادمة. تابعونا وشاركونا، والآن دعونا نودعكم على أن نلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة، ولكن قبل أن نختم سنعرض مجموعة جديدة من المشاركات التي وصلتنا في برنامج حسان الفنان. أقول لكم في أمان الله ومع السلامة. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أدى الطوعا. السلام عليكم بولادة الإمام المهدي أجل الله تعالى فرجه الشريف. أنا فاطمة
الشيخ محمد مبروك تحياتكم لكم، خاصة السيد حسن حبيب قلبي. يا سيد حسن كل عام وانت بخير. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا. اللهم وليك الحجة بن حسن، صلواتك عليه على أبائه هذه الساعة، وليا وحافظا قائدا وناصرا. عند يظهر إمام ستفلح قلوبنا. اللهم قل لي الحجة بن الحسن، صلواته عليه مع أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. عندما يظهر الإمام سيملأ الأرض عدلا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه.